كنت قاعد تشرب قهوة تشرب شاي تطيح ذبانة اقتصها واشرب. يعني الناس يمكن ما تسوي هاي الشغلة بس نبي نعرف شنو سالفة الجناح اللي يقول في جناح اللي يطيح على الذبانة يكون الجناح هذا فيه مثلا بكتيريا سامة والعكس يكون فوق. نعم إذا حطيتها يكسر ما أعرف. لأن هي دائما عايشة الذباب عايش في مكان كله مايكروبز فشيء طبيعي إنه هو يكون عنده مناعته قوية جدا جدا. فأول ما ينزل في داخل الشراب شنو يسوي؟ على طول يبلش يطلع شنو؟ المضادات ملوته. المضادات السامة؟ لا لا المضادات الحيوية ملوته. أوكي. أوكي؟ فعلشان شنو؟ علشان يقدر يقتل المضادات البكتيريا اللي نزلت من جناحه. ممتاز. اي فهو فعلا يصير في جناح يكون فيه اغلب شيء يكون فيه يفرز المواد المفيده والثاني يحمل بكتيريا بدرجه عوده يعني بدرجه كبيره جدا.